ولا بد للقيد أن ينكسر. حماة الحمى يا حماة الحمى، ألموا ألموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. فلا عاش فيكم اسما خانها، ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها، حياة الكرام وموت العظام. حماة الحمى يا حماة الحمى، ألموا ألموا لمجد الزمن، لقد صرخت في عروقنا الدماء، نموت نموت ويحيا الوطن. تحية تونس، تحية تونس. هذه وقفة احتجاجية عندنا المقاف الجوية لإخوان داخل في سوسة، ولقينا مساندة من زملائنا المحافظات الأمنية في سوسة نشكرهم. احنا اليوم في وقفة ضد رئيس من سوسة المدينة، السيد هذايا اللي مازال مستوعبش اللي ثم ثورة في البلاد، مازال يستعمل في الأسلوب القمعي القديم، يستعمل في أساليب الزملاء كل في بالها بها مع منظوريه. هذايا رئيس منطقة كان في المهدية والناس كل تعرف شنو عمل في المهدية في بن عروس، في منعش المناطق كل فيها كل ما نعرفوش. السيد هذايا جاي باش يسلسل العباد ولا جاي باش يخدم؟ احنا سبل التفاوض معاها مسكرة مع النقابات الأمنية بصفة عامة. بالنسبة لنا احنا في وقفة احتجاجية حضارية، رانا مش دوب ونطالبوا بحقوقنا، باش سلطة الإشراف تشوف السيد هذايا تاخذ فيه إشراف، وفي صورة لا للوزارة ولا للإدارة العامة ما خذتش إجراء في السيد هذايا، عدى طرق تصعيدية لأنه عليها في بيانات رسمية. وماذا بينا الناس الكل ومشكورين النقابات الأمنية اللي جاونا من شهويات، نعاود نشكر مرة أخرى. احنا راي في الوقت هذايا نكونوا يد واحدة، لحمة واحدة، راي ما تفرقنا حتى شيء، رانا زملاء في الآخر. اللي يمسك يمسني، وهذه بالله يغطوا الزملاء من خاكم، راهو ما ثماش لون، واني في سوسه الناس تعرف، ما عنديش لون نقابي، رانا كل زملاء، وكنا ولاد زي ولا ولاد سبيل، رانا في الاخر زملاء، راهو في الاخر ما تلقى كان زميلك بجنبك. كيما نعاود نقول السيد هذايا راهو في مخه الا الغطرسه والتجبر وحقه ما نعرفش اني، السيد هذايا مناطينا مصنوع. احنا تو انا في وقفه احتجاجيه نعاود نكرر مرة أخرى، رانا في صورة عدم الاستجابة، رانا مش نمشي في التصعيد، وتو نعلنوا عليه في بيان. تو نحيل الكلمة سي نصر الدين طاهر، كاتب عام النقابة الأساسية لمنطقة شرطة المدينة. خويا مرحبا بكم سي عبد الله، نرحب بالزملاء كلهم، مشكورين على الحضور، النقابيين كل، النقابات الجهوية كل، كافة النقابات تحية لها من الناس الكل. قوي شوية جمجم، قوي شوية. الله غالب هذيك المرحومة. ما بغاش يسمع معنا طيب. حاسين الكل. مرحبا بكم الناس الكل اللي عاد تتكلم. وقفتنا اليوم الاحتجاجية هذه على خلفية الممارسات اللي يعمل فيها السيد رئيس منطقة المواطن في سوسة المدينة. السيد هذا ما استوعبش اللي كونه معناها فما تغييرات. فما امن يخدم للامن، ماهوش امن يخدم في حاجات اخرى، وما فماش حاجات اخرى يحب يعملها هو، فهمت الله، يحب يكلف الامنيين ما طاقته لهم. السيد هذا يحكينا معاه برشا مرات، وحبينا نجلسوا معاه ونقولوا له راهو الحاجات اللي تعمل فيها هذه الظلم والغدرسه والاستبداء بالراي والتفرد بالراي، واعمل ودير الحاجات هذه اللي ما عادتش. راهي فما ناس تخدم ارواحها، نعاونوهم ونساندوهم، ما فما حتى امني راهو انت باش تسوي يخدم. راهي الامنيين كل وطنيين وحاسين بالضرب اللي تمر به البلاد، والناس كلها تحب تخدم. لا لا، الناس كل عاود نجدد، لا للظلم، لا لاهانه الامني، لا للغدرسه، لا لعوده المربع القديم. ومرحبا بكم، وهذه البدايه، وبحول الله نستنى سلطة الإشراف شنو باش تاخذ القرار، واحنا رانا مازلنا مواصلين، مازلنا مواصلين، هذه البداية. ومرحبا بالناس كلهم مشكورين، ونعطي كلمة لسي عادل القريرة عضو المكتب الوطني. مرحبا بك سي عادل. تحكي سي عادل. أنا ناصر الدين اللي كان سلطة الإشراف ما خدتش قرار. نساعدوا في زين نساعدوا. أكيد. ونعطي صلاة. نسمع بعضنا، نسمع بعضنا. نسمع بعضنا. سي محمد، احنا نسمع بعض يا سي محمد. واحد ثلاثه عنده 10 سنين اهل الكاف، السيد هذا من اهل الكاف، ما يعرفش، ما تعدلش عليه لا 14 جون 2011، لا 14 جون 2019، لا 14 جون 2020. السيد هذا راكد من 2011 فات اليوم. سي محمد في باله.